قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا شبهاء نظراء مثلا، يحبونهم محبة مساوية أو أكثر من حب الله، أو يحب الند ولا يحب الله، هذا أعظم الشرك. نعم. ثم ثنى بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. إذا ما يمكن أن نخاف إلا من الله. نعم، خوف، سر، عبادة وتعظيم. نعم. قال باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعد أن جاء بباب المحبة وثنى بباب الخوف، الآن أراد أن يبين لك التوكل. ما هو التوكل؟ هو صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. يريد يحفظ القرآن، قال متوكل على الله، نختبره صادق أو كاذب؟ نقول: هل أنت صادق؟ يقول: صادق. واثق أن الله ميسر لك حفظ القرآن؟ قال: والله ما أشك طرفة عين. موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له: إنا لمدركون. لم يشك طرفة عين، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك باثنين، الله ثالثهما. لم يشك عليه الصلاة والسلام. الثالث الأخذ أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يعرض نفسه على القبائل منصوب، لكن أخذا بالأسباب، يحفظ يراجع. غير هذا، بعض الناس هنا وأخواننا انتبهوا، طلب علم ما يمكن يكون بهذه الطريقة اللي نحن عليها هذه الأيام. هذا ما هو طلب علم ترى، إلا من رحم الله، نائم وديوانيات وشاي وقهوة، هذا ما هو طلب علم ترى. طلب علم؟ لا، ما هو طلب علم، ما هكذا طلب السلف. صدق وثقة وأخذ بالأسباب، هذا التوكل. عندنا التوكل ثلاثة أقسام. الأول صرف لغير الله شرك أكبر، اعتماد مطلق وتفيض جميع أموره إليه، اعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتمد على حي لكن افتقار، يعتمد على السلطان. من أين لك المال؟ نفق. من ينفق على السلطان؟ قال: قطع عنك النفق، الأموت تشرد يضيع أنا أولادي، هذا شرك أصغر. أو إذا قال: هذا السبب، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق. صحيح.